خلينا ننتقل لهذا الموسم او نهايه هذا الموسم، موسم تاريخي للنادي الاهلي، ولاعبين الحقيقه انا بعتبرهم من اللاعبين التاريخيين ايضا، لانه الحقيقه هذا الجيل من اللاعبين استحقوا التحيه وكل الاحترام. طبعا. اولا قبل ما ننتقل الى الموسم الجميل ده، لازم نشكر كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا، ونرحب بالكابتن خالد بيبو، كابتن وليد سليمان في المهمه الجديده، وان شاء الله ربنا يوفقهم. يعني بالنسبه للموسم الجديد 100% يمكن احنا مع قبل نهايه الموسم ده يا كابتن اتفقنا على انه اصعب حاجه هتواجه النادي الاهلي في الموسم الجديد هي الدفاع عن هذه البطولات طبعا، عن هذه الالقاب. ويمكن ده كان من اخطر الامور في مباراه، كانت ايه مباراه المصري، مباراه المصري في الكاس، في الكاس دي كانت يعني مباراه انا بقول ان فيها كل الجهد وكل الاصرار من جانب اللاعبين، وربنا كافئهم برضو على ده، وانه ده اتحقق برضو، اتعوض يعني بعد دخول الهدف بعدها بدقائق قليله، وكل والهدفين في الوقت بدل الضايع، يعني دي 94 و97 او 95 و97، فده دليل على انه لعيبه النادي الاهلي عندها الاصرار الكبير جدا. كان لسه في شويه نفس، وكتر خيره بعد الاصرار، لسه في شويه نفس طبعا، رغم كل المجهود ده برضو تلاقي في الدقائق الاخيره ولعيبه النادي الاهلي بتحاول مش مستسلمه للموقف، فده شيء انا بقول ان هو يعبر عن روح النادي الاهلي في الموسم الجديد، انه هيظل مدافع عن البطولات اللي حصل عليها، وده انا بعتبره اكبر تحدي، وده اللي بيحاول مجلس الاداره حاليا او المسؤولين عن قطاع الكره ويتقدمهم طبعا الكابتن الخطيب على ان هم يعملوا هيكله مظبوطه في الموسم الجديد للحفاظ على هذه الانجازات، لان انا بقول لحضرتك ان هي دايما احنا بنقول ايه، الوصول للقمه صعب، الحفاظ على القمه بقى ده موال تاني خالص وصعب جدا.